ارفع كتابك المقدس، خلينا نقولها سوا مع بعض. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير كل تأكيد وحقق كل مقاصد الله في حياتي. تعال يا روح الله اليوم المس كل شاب وصبي موجود في هذه القاعة، كل عائلة، ما تسمح ولا أحد اليوم يخرج كما دخل. كل روح تشويش تحت أقدامي هلأ باسم يسوع، كل روح عدم إيمان، كل روح تدين، كل روح فلسفة باطلة باسم المسيح لا تكون موجودة في هذا المكان اليوم. أكسر كل روح شرير عن حياة كل شخص في هذه القاعة، كل عمل إبليس في حياته ينكسر وحياته ينكسر. نعلن مجد الرب فقط في هذا المكان، أنت يا رب وحدك تزيد وكل واحد فينا ينقص، أنت ترتفع وكل واحد فينا ينخفض، ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد. أشكرك رب لأنه لا أحد اليوم يخرج من هذا المكان كما دخل، لكن يخرج مخلص مشفي ومحرر باسم يسوع المسيح. كل شعب الله يقول أمين ثم آمين ثم آمين. هللويا. تفضلوا. مجدا ليسوع، مجدا ليسوع. اليوم مش تصدق بالحقيقة إمتى قلت لكم بيجي فيها لهذه القاعة وبحكي كلمة الرب، لأنه بالحقيقة بنطر سنة بعد سنة لهذا النهار بالذات لكون عم شارك في رسالة الصليب، واللي هي رسالة سبب وجودنا، سبب وجودنا. أشياء كثيرة حكيتها بالسنوات الماضية للأشخاص اللي كانوا معنا بالسنين الماضية، حكينا أشياء كثيرة بالسنين الماضية، حكينا عن سنة الماضية اللي بتتذكروا، حكينا عن إسحاق وعن إسحاق اللي حمل الخشبات، وكنا عم نعمل مقارنة بين إسحاق وبين يسوع اللي أيضا حمل الخشبات وحمل الصليب. وأيضا حكينا بالسنين اللي قبلها إذا أنتم فايقين كمان عن يا جمعة الأحد جاي إذا فايقين، وحكينا طبعا أشياء كثيرة فيما خاص الصليب. لكن اليوم أريد أنا أتحدث عن شيء مهم اللي هو إذا بدي أسميها هذه الوعظة اليوم بدي أسميها هيك، من هو يسوع بالنسبة لك؟ لأنه كتار منا اليوم رح يكون عم بيشوف حاله بالأشياء اللي رح يكون عم بحكيها في هذا المساء. تعرف يسوع بإنجيل متى سأل هذا السؤال، وأنا اليوم رح بلش هذه الخدمة بإني أسأل هذا السؤال، بإنه أرسل تلاميذه بالكتاب المقدس بإنجيل متى الإصحاح 16، وأنا اليوم بدي شجعك إنك أنت ترجع على البيت وتقرأ هذه المقاطع تتأكد بإني ما عم غشك، يعني عم أعطيك المراجع المضبوطة، إنك تروح تقريها وتتأكد بنفسك بإنه يسوع أرسل تلاميذه على القرى على المدن حتى ليكرزوا بالبشارة. وبقول الكتاب المقدس بأنه رجعوا لعنده فرحانين بأنه الشياطين عم تخضع لهم والمرضى عم بينشفوا إلى آخره. وفجأة قعدوا بالمساء هيك وعم بيحكوا مع بعض وصاروا عم يتحدثوا عن شو الناس كانت عم تحكي عن يسوع، وسمعوا يسوع عم بيحكوا سوا وأجا قال لهم مين الناس عم بتقول أنا هو؟ وبلشوا يقولوا له في ناس عم بيقولوا عنك إيليا، وفي ناس عم بيقولوا عنك أنت يوحنا المعمدان اللي قام من الموت، وفي ناس عم بيقولوا عنك نبي، وفي ناس عم بيقولوا عنك جبار، وفي ناس عم بيقولوا عنك قائد عظيم إلى آخره. صار كل واحد يخبره شو الناس عم بتقول. وفجأة كان سؤال يسوع للتلاميذ، وأنتم من تقولون إني أنا؟ واليوم هذا السؤال بدي إنه يضل في ذهنك وفي قلبك حتى لما بتطلع من هذه القاعة، أنت مين يسوع بالنسبة لك؟ لأنه بعرف مين يسوع بالنسبة لكتير ناس، بعرف مين يسوع بالنسبة للأشخاص اللي اليوم عم بيجدفوا عليه، بعرف مين يسوع بالنسبة للأشخاص اللي ما بحبوا، لكن بالنسبة لك أنت اليوم بالذات الشخص اللي قاعد هون وجاي تحتفل بألام المسيح طبعا وبقيامة المسيح وتحتفل بهذا الأسبوع المقدس، مين يسوع بالنسبة لك؟ وبتعرف كل هذه العزة قد اقتبست إذا بدك من شيء شفته بفيلم مؤخرا. رحت أنا والشبيب حضرنا فيلم الأسبوع الماضي، وبهذا الفيلم في شيء صار، هلا هني ما بعرف ما انتبهوا بس أنا كنت قاعد ونزلت دمعتي. هني قاعدين ومبسوطين وعم بياكلوا بشار، هللويا، ما بعرف إذا في حدا منهم نزلت دمعته مثلي، حتى في ممكن عم بينكتوا مجدا ليسوع، بس نشكر الله عليهم. رائعين كانوا الشباب والصبايا، 36 واحد كنا قاعدين بالسينما خربنا الدنيا.
بس الحلو بأنه الفيلم طبعا هو عن قيامة يسوع اسمه ريزن، للأشخاص اللي بعم حضروا بشجعك تحضروا لأنه جميل فيلم. طبعا قصة ما بنعرف إذا صارت إيه ولا لا، تاريخيا ما في شيء بيقول إنه هيك صار إيه ولا لا، لربما يكون في شيء ينقال بهذا الموضوع، لكن قصة جميلة. حدا قد خلينا نقول هيك يعني قعد ودرس لربما طلع بهذه القصة الجميلة اللي محطوطة بهذا الفيلم ريزن، عن ضابط روماني اللي كان هدفه بس انه يبرهن بانه يسوع بالحقيقة ما مات، ويدور على جثة، يعمل مثل ما بقولوا كان تحري وبحثه تحري عن وين راحت جثة يسوع، لانه اختفت الجثة وبطل حدا يعرف. منيح؟ وكان هذا الضابط واحدة من الاشياء، يعني انا مش رح خبرك الفيلم، انت روح احضر الفيلم، بس واحدة من الاشياء اللي صارت بهذا الفيلم اللي عطتني كل هذه العزة اليوم هي التالية. اللي صار بهذا الفيلم انه المخرج اخذ الكاميرا كأنه وسلم ليسوع وضرب من الصليب صورة على الناس. تعرف لأيام عديدة كنا حكينا عن الناس اللي كانت عن الصلب، عن اللي شايفينه اليوم على الديكور. بدي اشكر الله على كل الاخوه والاحبه اللي عاملين ديكور اليوم من اجل هذه المناسبه، لكن ولا مره حكينا عن شو كان يسوع على الصليب عم بشوف. بتعرف نحن عادنا حكينا عن كل الناس وعن الفريسيين وعن كل الاراء، لكن بتعرف يسوع شو كان عم بشوف عن الصليب اللي هو اليوم رح تفرق معنا. والشيء الآخر، إذا اليوم بدي أنهي هذه العزة، أنا بعطيك اليوم كل عناوين حتى لي أنهي اليوم هذه العزة بسؤال آخر أو بشيء آخر في نسميه هيك، اللي هو صرخة الوحدة وصرخة الانتصار. قول معي صرخة الوحدة صرخة الانتصار. قل له هيك لحدا كله صرخة الوحدة صرخة الانتصار. آمين. ومع بعض رح نكون عم نشوف بعض القصص، نفلفش في الكتاب المقدس عن بعض القصص اللي كانت عم بتصير في هذا اليوم المجيد في تاريخ البشرية. طبعا بالنسبة لكثير ناس كان هذا النهار لربما أفظع يوم بالتاريخ، لكنه هو أجمل يوم بالتاريخ، لأنه بهذا النهار يسوع سحق رأس الحية. هاللويا. آمين. وبيقول الكتاب المقدس منذ نشأة آدم، منذ نشأة الخليقة، بقول الكتاب المقدس بأنه يأتي من نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. يأتي يوم، يأتي من نسل المرأة ويسحق رأس الحية. وكانوا كل الأجيال السابقة والقديمة تنتظر هذا النهار. طبعا اليهود، أو خيال لك اليوم الظروف اللي كانت الناس عايشينها بهذاك الوقت، كانوا عايشين ظروف صعبة جداً، وهذه الظروف الصعبة جدا خلتهم ما يشوفوا يسوع. لكن اليوم أنا بدي أقول لك، هل أنت شايف يسوع؟ لأنه بالظروف طبع هذول الناس بهذاك الوقت كان عايشين بمنطقة، عايشين ببلدهم بين هلالين بفلسطين، وبقلب هذا البلد كان في احتلال اسمه الاحتلال الروماني. وإذا في حدا أنا بيقدر يفهم الاحتلال بالعالم هو اللبنانية. هاللويا. مظبوط؟ لانه ما في حدا اجى عايش بالشرق الاوسط ما اجى بل ايده فينا ورجع فل. يعني بندرس التاريخ نحن بننبسط بانه كل الحضارات قطعت من هون، بس بالحقيقه كل الحضارات قطعت من هون، عملوا لنا كفين وكملوا. يعني وما في حضاره ما اجت احتلت لبنان. لبنان دائما بتاريخه محتل. عم نقرا من فجر التاريخ تلاقي لبنان دائما في حدا محتل، ولا مره حكم نفسه بنفسه. وبتلاقي دائما في قوه تأتي، قوة بتفل قوة. انبسطنا نحن انه طلع المحتل، بس اجا قوة تانية هلأ اللي هي مسيطرة وحاطة ايدها على البلد، وقوة الاحتلال اللي هو من خلاله قادرين نفهم نحن شو كان عم بصير بهداك الوقت بفلسطين، اللي هو كان في احتلال روماني مسيطر على كل حوض الشرق البحر الابيض المتوسط وعلى الشرق الاوسط، مسيطرين بقوة السلاح، بعينه حكام. ومشان هيك صرت تعرف ليش في هيرودوس وليش في بيلاطس، لأنه هيرودس كان الحاكم اليهودي وبيلاطس هو الحاكم الروماني. الحاكم الروماني اللي هو إذا بدك خلينا نقول المرجع الأعلى، اللي هو السفير اللي بيحكم البلد ضمناً، بس في واحد تاني بيشبه الرئيس، بس هذاك بيقول له شو بده يعمل.
كم واحد بيعرف أنا شو عم بحكي؟ واحد بيقعد بالقصر اسمه رئيس بس هو ما خصه بشي، يعني في واحد تاني بيقول له مضي، بيقول له بمضي ما بمضي كما راهم. وهذه كانت الاحتلال، وبقلب الناس كان في دائما خضة، لأنه كان في ناس بحبوا بلادهم وعم بيقاوموا، في مقاومة كان. هاللويا، ونحن كمان بنعرف شو يعني مقاومة. مقاومة ضد الاحتلال، هدول كانوا الغيوريين، وهدول الأشخاص اللي كانوا حتى عم بيقيموا مقاومة مسلحة ضد الرومان. وعلى فكرة ينتمي إليهم شخص اسمه باراباس. الأشخاص اللي ما بتعرف مين باراباس اللي أطلق بسبب يسوع، خليني أقول لك، باراباس اللي ما بيعرف اسمه شيء مضحك يعني بالحقيقة، كان اسم باراباس الصغير اسمه يسوع باراباس. والمضحك أيضا بأنه كلمة باراباس معناتها هيك ابن الآب أو ابن البي. وبتعرف الشيء اللي للمفارقة بأنه كان يسوع مزور بين هلالين، شخص اللي بده يحررك بقوة السلاح والعنف، والشخص اللي بده يحررك بقوة الحب والدم والفداء. وفي ناس نقد باراباس ابن السلاح والعنف. والمدهش ايضا بانه كان في طبعا هذا الاحتلال، الناس عم تترجى وعم بتصلي بانه رح يجي نهار، هذا رجاء كل يهودي بانه يجي نهار المسيح، لانه بنظرهم قاريين، لانه مش شايفين شيء ثاني من الكتاب المقدس. بتقول لي كيف بيقروا الكتاب المقدس مش شايفين شيء من الكتاب المقدس؟ رح اقول لك هلا شيء ثاني ايضا. بتعرفوا انه بسنه 1400 وشيء تقريبا اجى واحد اسمه جاليلي وقال انه الارض كرويه. حدا سامع بجاليلي؟ جاليلي عالم قال انه الارض كرويه، بقتها رجال الدين قالوا عنه مهرطق. تعرف ليش قالوا عنه مهرطق؟ لانه بنظر رجال الدين كانت الارض مسطحه والسماء فوق وجهنم تحت، بقى ما بيسوى تكون الارض كرويه. يعني تخيل انك انت بتمشي على الارض بيجي نهار بتوقع، اذا بتضلك ماشي بيجي نهار تخلص الارض بتوقع. وهيك كان بنظر الناس. قام اجى قال لهم جاليلي يا عم الارض كرويه، قاموا حكموا عليه بالاعدام وقتل جاليلي بسبب الهرطقة. وعلى فكرة موجود لحديث هلا قبر بروما، قبر جاليلي سنة 1400 وشي. بس بتقلي طيب شو المشكلة بالموضوع؟ رح لك شو المشكلة بالموضوع، انه هدول الجماعة ما كانوا قارين انجيلهم ايضا، لانه سنة 700 قبل المسيح كان في نبي اسمه إشعيا، ما كان عنده لوب وما كان عنده سكوب وما كان عنده ولا شيء، لكن كان عنده كلمة الله. بيقول هيك بإشعيا الإصحاح 40، بيقول هيك: جلس الله على كرة الأرض، مكتوبة قبل جاليلي بألفين ومئة سنة. بس ما هذا كان عم بيشوفه. ونحن معظم الأحيان نقرأ في الكتاب المقدس لكن ما منشوف غير اللي بدنا نشوفه. ومشان هيك انت محتاج تقرا كل سنه. هي بين هلالين للاشخاص اللي شو بدي اقرا كل سنه، ما انا صرت حافظه، لانه كل سنه انت ما راح تشوف غير اللي لازم تشوفه. ما عم سمعني؟ السنه الماضيه اللي شفته كانت ظروفك غير السنه، مشان هيك السنه راح تشوف شيء تقول هي كيف السنه الماضيه قريت هون يا عمي كانه ما قريت. بلا انت قريت بس ما كنت عم تنتبه لانه ما كان شاغلك هذا الموضوع، هلا السنه صار شاغلك هذا الموضوع. هذا عم سمع علي اليوم. ومشان هيك لاحظ بانه الذي حدث بانه في ناس ما كانت قارية عن المسيح غير اللي بدها تقرا عن المسيح، كانت قارية عن المسيح بانه هو الملك الذي ياتي لكي يحرر ويدين الاحياء والاموات. وطبعا هكذا سوف يكون يسوع في نهايه الازمنه، لانه الكتاب بيقول هذا الذي رايتموه صاعد على السحاب بيوم القيامه، يوما ما رح ترجعوا تشوفوه نازل عن سحاب المجد لكي يدين الاحياء والاموات. يسوع نفسه امام بيلاطس وقف وقال هالكلمات. اجوا بيلاطس قال له طيب انت ما فيك تدافع عن حالك. وبتعرف تعجبني الكلمه بانجيل متى هيك قال: ووقف بيلاطس مذهولا، انه يسوع ما عم بيدافع عن حاله. كان بالنسبه لبيلاطس انه شيء مدهش، لانه ولا مره شايف متهم امامه ما بيدافع عن حاله. عاده ما لما انت بتفوت، وخاصه اذا شاعر انك انت مظلوم، إذا أنت فايت على تواجه محكمة وعارف بأنه نتيجة هذه المحكمة هي الإعدام، وأنت شاعر أنك مظلوم، رح تعمل كل شيء فيك تعمله، تصرخ، تعيط، تنط، تفز، تعمل كل شيء، تلقط الحاكم، تحاول تقنعه بأنك أنت مظلوم.
لكن أول مرة بشوف واحد محكوم قدامه ويدرك جيدا، بقول الكتاب المقدس إذ أدرك بيلاطس، إذ أدرك بأن رجال الدين سلموا يسوع، ليش بقول الكتاب المقدس عن حسد. وأيضا أدرك بأن هذا الرجل لم يفعل سوءا، لذلك وصل وقت قال غسل إيديه أنا بريء من دم هذا البار، خي أنتوا عملوا اللي بدكم إياه، بس بسبب ضغط الجموع وبسبب ضغط الناس قال لك يا خي إذا هلا ما بحكم عليه هذا بيقوموا علينا بصير في ثورة. قال إسخاف من الفتنة، كما نحن هلا كلمة فتنة اليوم بلبنان بنعرفها، ما صرنا سامعين كلمة فتنة بالآخر فتنة بالحيط، هاليلويا كل الناس خايفة من الفتنة. قال له الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظ الفتنة. ونازيني أطلب بعضهم هلا بكل العالم العربي بقول لك في فتنة، وخايف من الفتنة لأنه راح بصير ثورة. الغيوريين بدهم يستغلوا الموقف، بدهم يرجعوا يطلقوا برباس ليقوموا ثورة ضد الرومان ويصير في تقتيل. تعرفوا يا أحبة اسمعني، أول ما مات هيرودس، هاي بين هلالين أشخاص منكم ما بيعرفوا عم نحكي تاريخ، مات هيرودس. على فكرة هذا الرجل كان بشع جدا، لكن كان عنده ولاء غير عادي لروما. هاي ولاء لروما مش لأنه كان بحب روما كثير، بس لأنه كان عايش من وراء روما. اسمعني في كثير ناس هيك يعني لقمة عايشة، شو بكم؟ هل يفهم علي اليوم؟ وعنده ولاء عمر تعرف أكثر ملك يهودي عمل أمور غير عادية بإسرائيل هو هيرودس، أكثر من سليمان على فكرة. عمر هو أهم ملك يهودي عمر إسرائيل بهداك الوقت، لكن كان عنده حقد وغيرة لدرجة بأنه كان خايف وعدم أمان على عرشه. قبل ما يموت بكم أسبوع كان مريض وعم بموت، تعرف شو عمل؟ قتل ابنه، لأنه ابنه كان بلش يقيم هيك بيناتهم، بلش حضر حاله ليكون ملك. ابنه الكبير، تخيل، عرف انه ابنه الكبير رح يصير ملك وهو عارف حاله عم بيموت، يعني بعد كم جمعة رح بالحقيقة بعد جمعتين صار مات هو واجا تاني ابنه، بس هو ما بده لانه ما مكمش بالملك، قام بعت ورا ابنه وقتله قدامه. عدم ابنه، تخيل هيك شخص، هل قد خايف على الملك؟ هل قد خايف على المصاري وعلى شو عنده؟ فكره رح يخذهم معه. هذا الهيرودس تاريخيا بيعلمنا الكتاب المقدس بأنه إسكان بهذا الأسلوب. تعرف شو عمل بعد ما مات يسوع؟ على فكرة بعد كم سنة الناس عرفت أنه هيرودس مات، صار في ثورة، إجا ابنه لهيرودس علق أكثر من 2000 صليب لكي يقمع الثورة، صار في مذبحة بإسرائيل بهذاك الوقت حتى يطفوا الثورة بعد ما مات هيرودس. عم تحكي عن مين؟ مع مين عم تتعامل انت؟ ويسوع هناك، واجا هو الامل لكل واحد عايش بهذيك الارض، هذا الذي سوف يحررنا من الطغيان، هذا الذي سوف يقودنا الى الحريه، هذا اللي راح يعطينا ازدهار، هذا اللي راح يباركنا. وفجاه تراه لا يدافع عن نفسه، لم يفتح فاه. بنظر هيرودس وبيلاطس، بيلاطس قال ذهل إنه ما بيفتح فاه. أبدك جواب ليش يسوع ما بيفتح فاه؟ لأنه بحبك. لأنه أنا متأكد لو يسوع فتح فاه لما كان حكم عليه بالإعدام، لأنه كان ما في عليه تهمة أساسا، كل ياتهم كذب وجيبوا له ناس، قالوا له كتاب قدس، جيبوا له ناس يلبسوا تهمة، الاخر ما لقوا تهمة لبسوا اياها، قاموا اجا قالوا له ها انت هادم الهيكل وبنيه بثلاثة ايام، هذا هو، لكن بعدين عم بيأمر بالثورة ضد روما، لانه مرة رفض انه يدفع الجزية، مع انه هو دائما كان عم يدفع الجزية. ما لقوا تهمة، صاروا نططوه من محل للتاني ليلاقوا عليه تهمة. بالاخر ها هل انت ابن الله الحي المسيح؟ قالوا انت قلت نعم، هاي تهمتك، التهمة اللي علقت على الصليب، يسوع الناصري ملك اليهود، تهمتك انك انت ملك لليهود، وعلى هذا الاساس صرت انت مصدر خطر لهيرودس ولبيلاطس ولروما.
وللعالم. ويسوع لم يفتح فاه لأنه رآك ورآني، لأنه كان جاي كرمال هذا الصليب. اسمعوني يا أحبة، طبعا أنا بالآخر رح خبرك شوي صغيرة عن أهم شيء تعرض له يسوع على الصليب، لكن خليني أقول لك هلأ، يسوع ذهب إلى الصليب طوعا مثل ما كنا عم نرنم بعد شوي، واختيارا. ما حدا أخذ يسوع على الصليب، يسوع هو راح على الصليب. حدا سمع علي اليوم؟ قل له هيك لحدك، قل له يسوع هو راح على الصليب. لكن هلأ يسوع هو على الصليب، بقول كده المقدس، هو قد ما أكل قتلة بيقولوا انضرب، عم نشوف هون انطعن بحربة، لكن ضرب بالعصي. تعرف في قصص أنا ما كنت فهمها، اللي هي التالية، بأنه مارون زيح شوي هيك بس لنفرج الناس، في هيدول العصي، تعال شوف أنت يسوع هلأ هيت لنا وضرب بالعصي، جلد، علق على الصليب. تعرف كل القصص اللي أنا وياك منقريها، لكن في قصص بتلاقي بأنه بين الجنود في شيء ما كان مفهوم، اللي هو خمية الحقد ضد يسوع، اللي هو بلشوا ينفولوا لحيته بالكتاب هذا، يلكموه، يخبطوه، يقولوا له مين ضربك، يعني لعبوه لعبة مين ضربك وكل هذه القصص. وصار يلبسوه ثياب ملك، حطوا تاج شوك على رأسه لكي يتمسخر عليه إلى آخره. وبقول الكتاب المقدس بعد كل اللي عانيه يسوع هناك على الصليب ونزف، لم يستطع أن يحمل هذا الصليب ليوصل إلى مكان اللي يدعى الجمجمة أو الجرجسة، لعلى فكرة بعده الحديث هلأ موجود، هو مثل الجمجمة بقى الفصخر، مشان هيك سموه الجمجمة أو الجرجسة. الشيء المدهش بالنسبة لألي بنبول الكتاب المقدس، كان في شخص اسمه سمعان جاي من القيروان، على فكرة القيروان هي مدينة كانت بشمال أفريقيا، يعني شخص لا ناقة له ولا جمل، وقالوا له تع لقطوه هيك الجنود، حمول الصليب، أم حمل الصليب وراح، أخذوا يسوع على الصليب وعلقوه هناك. من على الصليب رح بلش أصف لك يسوع شو عم بيشوف من فوق. إذا أنت قاعد ومعلق على الصليب عم تتطلع شو عم بتشوف. وسؤالي لألك بدي ذكرك إياه بالبداية، سألتك إياه هو التالي، مين يسوع بالنسبة لألك؟ أول واحد خليني أقول شافوا يسوع هو سمعان القيرواني، هذا اللي حمل الصليب عن يسوع. وسمعان القيرواني بيمثل الشخص اللي فجأة أنت بتعرف غيرت له كل خطط حياته. هذا الزلمة أخذ فرصة من شغله، يمكن مدين مصاري، حاطت على الكريدت كارت مصاري ليطلع على أورشليم ليحج، يعمل فاكانس حلوة هو عائلته، ينبسطوا، عرفتني، يحضر العيد، يأكل المعمول، شو بكم، يأكل خروف الفصح، لأنه بيعرف هلأ أعياد أورشليم كانت أعياد، ناس عم تذبح، بايح واحتفالات وترانيم وموسيقى، وين ما كان أعياد. اخذ عائلته، الزلمة جاي من أفريقيا، قديش قاطع وقت لوصل لهنيك وسيعبط، لأنه كان قاطع بالوقت الغلط بالمكان الغلط. في ناس هيك، في ناس هيك مثل سمعان القيرواني، ليسوع إجا أعاق حياتهم. كنت عايش بسلام، وإذا واحد خبرني عن الرب فجأة بده يحملني صليب، يا أخي هلو عني، أشبتكم مني أنا يا أخي؟ كنت عم بشتغل بالجوخ وماشي حالي، جيتوا شو بكم؟ شخص اللي لا ناقة له ولا جمل، شخص اللي ما بيحب لا الصدف ولا القصص المفاجآت، وخاصة المفاجآت غير السارة. وكم بالحري بأنك أنت فجأة حطيته قدام منظر وقدام شيء اللي هو ما خصه فيه أبدا أبدا أبدا. في ناس مثلنا اليوم هيك، بالنسبة لألون يسوع مفاجأة غير سارة، بالنسبة لألون يسوع هو عذاب، بالنسبة لألون يسوع هو نحمل شيء ما خصني فيه. أصلا أنا ما دخلني يا خيس، أنا ما خصني، ما بحب الأساس وما بدي فوت فيها، أنا أصلا فت على الكنيسة أول ما خلقت بالمعمودية وما رح فوت عليها غير لما بتجنز. في ناس هيك بتقول ومبسوط بحالك.
تخيل هذا الرجل اللي كان معتبره اسمعني اللي كان معتبره بأنه كانت حادثة غريبة وفرصة غريبة أعاقت حياته لربما كانت أهم بركة في حياته لكنه لم يدرك. يا ما أشخاص وصلت لهم البشارة بشكل من الأشكال واعتبروها إعاقة لمشاريعهم، إعاقة لأمور حياتهم، إعاقة للأشياء اللي هن بدهم يعملوها بالحياة. هن مش عارفين اللي هن معتبرينها إعاقة هي بالحقيقة بركة. يسوع عم يتطلع من فوق وشايف سمعان القيروان فينا. كم واحد معتبر بأنه كانت إعاقة؟ وفجأة يسوع بيبرم نظره ويرى أشخاص آخرين. فجأة يرى الجنود. الجنود بالنسبة لألون شايفين على طرز يسوع كتير. اسمعوني يا أحبة، خبرتك أنه بعد كم سنة لما مات هيرودس صلبوا 2000 واحد بنهار واحد. هذه روما علقت الصلبان وين ما كان ليقمعوا ثورة. فبالنسبة للجنود صار بيصلب على العميانة، وين المسمار؟ يلا دق له، اغمق له، ابكي، لا بالنسبة للمشاعر ما في. شايف كتير قصص هيك. كم واحد بيعرف عن شو؟ كم واحد من الجنود، كم واحد هون حارب شي مرة كان جندي وشايف قصص، او بالحرب شايف مناظر؟ شو بدايكم؟ وصل فترة بطل يشعر بشي، صار يشوف جثث عادي. أنا بتذكر أنا وصغير شفت كتير، بتذكر أنا وصغير حتى بالمذابح اللي صارت مع الفلسطينيين. أنا بتذكر كنت بعني يعني صغير، ما كنت كتير كبير، ب75 كنت نقطع هونيك، وكنت كون بالسيارة مع بي عمري 5 سنين قاعد ورا، ويقول لي البابا شو هو؟ قال له جثة، وشوف جثث عم تحترق كوام. بعدين هلا ما بنسى هذا المنظر، ما بنسى المجازر اللي صارت، ما بنسى قصص. شايف جثث قد ما شايف ناس، وجثث عم تحترق ايد اجر راس. وصل فتره بالنسبه لي عادي، منظر عادي، صرنا نقطع من حدهم كل يوم. فيني اقول لك وين كانوا يحرقون حتى. بعدني لحديت هلا بتذكر، هلا صار اوتوستراد هونيك، صار جسر كبير، بس بعرف وين كانوا يحرقون للجثث. هدول الجنود هيك لدرجة بالنسبة لألون كل منظر الصلب يسوع عاد عم يطلع من فوق. بتعرف شو عم بيشوفهم عم يعملوا؟ عم يتخانقوا عتابه. مين بده ياخد البدلة؟ مين بده ياخد الكرافات؟ لقشاط لألي. عم بيلعبوا قمار عتابه. بالنسبة لكثير ناس شو طلع لي من الموضوع؟ قديش بربح مصاري؟ بالنسبة لكثير ناس يسوع عم بيطلع عليك لأنت معتبره هو ربح مادي. يسوع عم بيقول لك هو خلاص أبدي بيبركني ماديا، بيعطيني إذا هيك لأجي صلوا لي هون إنه بيجي بيفتح لي الشغل. بالنسبة لألك يسوع هو كم دولار بيطلع لي؟ تخيل يسوع عم بيطلع بيشوف الناس، شاف سمعان ما خصه بشي، شاف الجنود عم تخانق على المصاري، عم بتاجر بالصليب، وكتار هيك ايضا. مين يسوع بالنسبة لك؟ وبعدين نظر يسوع ورأى اللصوص، اللصوص اللي حب منه، هو الحرامية، هو السرقين اللي قاعدين هو الحد منه، يعني كل حياتهم هو المثبت وكفر وضحك على العالم وقلبلة وقصص وتفنجات، عرفتني؟ وفجأة لقطون هو اللصوص حرامية وأمرون بالإعدام، وهلأ هن معلقين على الصليب. لكن تعرف أنا وياك منعرف أنه في واحد منهم خلص، لكن بقولك تم أدس بالبداية كل شيء كنت بتسمعه من اللصوص ومثبت وإهانات
وكلمات بذيئة إن كان لا يسوع أو للناس. يمكن في ناس هيك عايشين بالحقد والكراهية. الكراهية عميتك حتى لما بتوصل للموت. في مرة كنت عم بصالح رجال ومرته. بقلت لهم يا جماعة ما بصير، ما أنتوا لازم تحبوا الرب وإلى آخره. طب أقله ما بدكم ترجعوا لبعض، أقله سامحوا بعض، أقله أنه ضلكم حكوا مع بعض. نط واحد قال لي هيك، اللي هو شخص رجال، قال لي هالكلمات وبالنسبة لي علمت فيه عمر سنين هالكلمات، وبعدني هدلق بتذكرها. شوف قديش في ناس حقدة. ليك شو قال لي؟ قال لي يا أسيس ما بسلم عليها لو كلفني جهنم. أنا قلت إيه شو عملت له هالمرة؟ الله نجينا من النسوان يعني. لو كلفني جهنم. لو بتكلفني جهنم ما بسلم ولا بسمحها ولا. لا في ناس هيك للموت حقدين، لو شو ما بدي يكون انا ما رح سامح، لو شو ما بدي يكون انا ما رح اغفر، لو شو ما بدي يكون انا بتمنى الانتقام، بتمنى اعمل شيء لانتقم، بتمنى اعمل شيء لاخذ حقي بايدي. وفي ناس هيك قاعدين مش قادرين يطيقوا الصليب، لانه الصليب هو قمه المسامحه. وكم بالحري بوقت اللي سمعوا يسوع عم بيقول ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. كل شيء كان بيتمنوا يسمعوه من يسوع ما عدا الغفران، لانه هن ما عم بيحكوا الا مسبات حقد. في ناس هيك اليوم جواتهم حقد، غضب، سباب، كراهيه. تلي أسيس ما بتعرف شو عملوا لي، ما بتعرف شو عملوا باهلي، ما بتعرف شو عملوا بالناس، ما بتعرف شو اتاخذ مني. اسمعني يا احبه، الحقد ولا مره بحل ولا مشكله في هذا العالم. كل أسباب القتل والمجازر اللي صارت بالعالم، القتل بجر القتل، والحقد بجر الحقد، والغضب بجر الغضب، اسمعني، والانتقام بجر الانتقام، والعنف بجر العنف. لكن بمكان ما في حدا لازم يقول أنا بدي أوضع خط وفاصل وحد لسلسلة العنف والحقد، وأقول باسم يسوع اليوم أنا بفتح صفحة جديدة وبغفر. هذول الأشخاص كانوا هيك، لكن يسوع عم بيشوف هذول، عم بيمرر عيونه بين كل هذول الناس. لكن في أشخاص اللي كتير كتير بيضحكوني أنا، هذول الأشخاص اللي ما بقدر أفهمهم. بقول هيك بإنجيل لوقا، بتعرف أنا ما قريت لكم المقاطع بس وسقوا فيي يعني، لأنه ما عندي وقت كتير، بس وسقوا فيي بإنجيل متى وبإنجيل مرقس، قلت لها نقريها شوي صغيرة. بقول هيك، أو خلينا نقرا بإنجيل مرقس. قلت مرقس، قلت لها نقرا متى، يلا كيفني معكم، رح نقرا مرقس ومتى. إنجيل متى بقول هيك، بالإصحاح 27 قال: وكان المارة، لي 39، يشتمونه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: يا هادم الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وسخر منه أيضا رؤساء الكهنة وكتب الشيوخ أيضا. بقول قال كان في ناس قاطعة من هنيك مارة، هذول أكثر شيء بضحكوني، ضحكوني وبيبكوني بنفس الوقت. قال قاطعين من هنيك شغلتهم وعملتهم هن شو بس؟ الشماتة والمسخرة. أنا بسميهم جوقة المسخرجية. بتعرف الأشخاص هيدولي بضحكوا، بتعرف ليش؟ لأنهم حافظين كلمات يسوع. ما اسمعني، ما اسمعوني. تعرف ليش بيضحكوا كثير هيدول المارة؟ لأنه يبدو لي
بأنه كانوا قاعدين باجتماعات يسوع كان عم يوعظ وحافظين الوعظة. يكون فجأة صاروا ما كنا عارفين هذا نهايته، كنا أول شيء صدقناك يعني، بس لك 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 ما لك هذه الحالة. شفت لوين وصلت حالك؟ قلنا لك كبرت كثير، تخنت، روق شوي مش هالقد. قال يهزونا برأسهم، هدول المسخرجي. كنا نسمعك عم توعظ، كنا نشوفك شو عم بتقول، كنا نشوف شو عم تعمل، بس هلا لا حول ولا قوة. قلنا لك ما تحكي هيك، شو بدك بالشغلة؟ مش هيك؟ الأشخاص اللي كانت تسمع وعظ كتير لكن بالحقيقة ما كانت تسمع شيء من الوعظ. ليش ما كانت تسمع شيء هدول من الوعظ؟ لأنه جواتهم ما كان في إيمان أولا، لكن ثانيا لأنه حياتهم ما بدها تكون عم تتغير لدرجة كانوا بتعرف شو؟ لما شافوا الصليب تبرير ليضلوا عايشين مثل ما بدهم يعيشوا. بالنسبة لقالهم لكن انتهى، هذا اللي كان صالح، هذا اللي كان آدمي، هذا اللي كان يحكي منيح، هذا اللي كان يوعظ، هذا اللي كان يصلي، ليك 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 نهايته. لكن نحن يا خي خلينا شو بدنا فيهم بالشغلة كلها إيتا، ليك 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 كنا نسمع وعظاتك، كنا نقول عنك منيح وآدمي، وقلنا وقتها وصلنا وصلنا ذكرناك رح تخلص العالم، طلعنا أس. اسمعوني يا أحبة، الأسبوع الماضي كنت عم بحكي عن كلمة قال إذ يسوع دخل الأورشليم ارتجت المدينة. بتعرف كلمة ارتجت بالأصل اليوناني تبعها هي زلزلت، زلزال، بمعنى ما في صغير كبير مقمط بالسرير، ما في ولا عادي أي إنسان عايش بأورشليم إلا ما عرف بأنه في حدا فات على البلد اليوم. كانت بالأخبار CNN وين ما كان، كانوا عم بتغطي الحدث، في حدا فايت. وبتعرف ما تنسى أنه قبل بكم يومين أو قبل بأسبوع قطعم 20,000 واحد، يعني مش فايت لحاله. عم تخيل 20,000 واحد فايتين وراه وعم بيهتفوا هوسانا هوسانا، معتقدين إجا المحرر، إجا اللي جاي يقضي على الرومان، إجا اللي جاي يعلن ملك جديد، إجا الشخص اللي بيعتقنا من كل الاحتلال الروماني والضرائب والسخرة والحبوسة. وسمعناك وهيصنا لك، لكن شوف حالك هلا. قال يهزونا برأسهم، دعانك يلا خير وأحسن منه، بوطة المسخرجية. إذا أنت جزء من هيك ناس بعود عنهم، زي ما بقول يا رب ما تخليني أوقف بين المستهزئين. أبسع شيء عند الله لما أشوف ولاده قاعدين مع مسخرجية، كل ما بتحكي شيء بيتمسخر وبتجولقوا وبينكتوا وبينكتوا على أشياء مش لازم نكتوا عليها، وما بياخدوا شيء جدي وما بيعيشوا للرب فعلا. توصل فيهم النتيجة بأنه يهزوا براسهم ويقولوا شفتوا لك لوين وصل هذا يا حرام. وفجأة يسوع برم وجهه. بعدكم هون؟ كم واحد هون قول هاليلويا؟ كم واحد عم يتعلم شيء لحديث الله؟ خلينا نشوف ايديكم. برم وجهه وراء الكهنة. كهنة هن الجماعة، أنا بسميهم البشاعة. إذا في بشاعة بكل المنظر اللي شافه يسوع من الصليب هو الكهنة. النظر للكهنة، والكهنة شو عم بيعملوا؟ عم بيقولوا له ليك بدك نآمن فيك هلا، انزال عن الصليب. تخيل واقفين تحت الكهنة اللي هن طلعوا على الصليب، قال ليك إذا بتنزل عن الصليب هلا منآمن إنك أنت المسيح المنتظر. يلا تفضل فرجيني. الكهنة هو رمز للحسد، الحاسدين، اسمعني مش بس هيك، والخائفين على مراكزهم وعلى مصالحهم وعلى دورهم. نظروا بالصليب، شافوا تهديد لمصالحك ومراكزك ولمالك ولحياتك.
لربما انت هيك عم تطلع بقول اذا انا امانه رح بتهدد، ما بقى فيني زعبر بالشغل، ما بقى فينا. لا، الصليب بالنسبه لي تهديد لمصالحي، تهديد لمركزي. انا تعرفوا يا احبه، بخبركم تاريخ نيست حي فياض، احتفلنا سنه الاسبوع الماضي بعيدنا 17. قولوا هللويا. قليل صار لي 17 سنه انا هون ولو ببيفرلي هيلز. هللويا. كان عندي شعر قبل. ايه رزق الله. لكن عم بتخيل بانه اشخاص اللي اجت على كنيسه حياه فياض كتار، فيني نقول بالمئات لربما الاف، لكن بتعرفوا قديش في عدد كبير من اشخاص تركت الكنيسه لانه برستيجها ما بيسمح لها تكون ببرج حمود. عم بحكيك جد. بتعرفوا انه اجى لعنا رجال اعمال، ناس ذو شأن، في اشخاص مشهورين بالبلد، ناس عندهم، فيني سمي لك مطربين، فيني سمي لك ممثلين، اجوا بكيوا دموع بمؤتمراتنا، اجوا بكيوا دموع حتى باجتماعاتنا. في وحده ما بدي سميها، يعني ما بسمي بالاسم، بس مطربه مشهوره جدا اجت قالت لي هيك، قالت لي اساسا انا بيجي على الكنيسه بدي غطي وجهي، ما حدا يعرفني لانه ما بحب حدا يعرفني، ما بحب حدا يشوفني عم صلي. أنا ما بدي لومها، يمكن تعرف لأنه بدي لومنا نحن، لأنه الغريب أنه بس نشوف حدا مشهور بنكون عم صلي هاليلويا الرب صالح، بعدين نشوف واحد وقف حد المشهور هاليلويا الرب صالح. عرفتوا؟ بيخلص استماع كلهم بيوقفوا سيلفي، تلاقيهم كلهم صورين مع المشاهير. نجوم، سميون هذا العالم نجوم، ستارز. سيالي هذه النجوم اللي لن يكون لها أي ضياء في الأبدية إن لم يعرفوا الرب يسوع المسيح. اسمعني، إذا أنت بتعتبر بأنه نجم يسوع تهديد لنجوميتك، أنت بأكبر خطر في هذه الحياة. إذا أنت بتستحب الرب لدرجة أنك تعتبر بأنه هو تهديد لدورك، تهديد لمكانتك، تهديد لمركزك، تهديد لسمعتك، عرف بأنه ما لك مكان مع يسوع. من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. الفريسيين اعتبروا بأنه يسوع هو تهديد. لكن في واحد كمان كتير كتير مهضوم، أنا عم حاول عجل لأنه الوقت عم بدهمني، بس في واحد كتير 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 مهضوم اللي بشوفه بقلب إنجيل متى، بشوفه بقلب إنجيل مرقس، وبشوفه بقلب إنجيل لوقا. بقول هيك، قال وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر حل الظلام على الأرض كلها. ثلاث ساعات هلا بعد شوية رح خبرك عنها وبسرعة. ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم: إلي إلي ما سبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فلما سمعه بعض الواقفين هناك قالوا أنه ينادي إليه، فرقد واحد منهم، لك شو الكتاب، وأخذ سفنجة غمسها في الخل وثبتها على قصبة وقدم إليه ليشرب. ولكن الباقين قالوا: دعه وشأنه لنرى هل يأتي إليه يخلصه. بإنجيل مرقس بقول هو قال دعه وشأنه لنرى هل إليه يخلصه. تعرف بالنسبة لألي هذا الرجل ما كان عم بيجي لعند يسوع بدافع الشفقة والحنان، لكن بدافع الحشرية. اللي بيضحك كثير، قال بس سمو عم بقول إلي إلي لما شبقتني، ركض ركض جيب السنجي، وين شبيب السنجي، السنجي حط لي على الحرب، شاب شاب. تعرف ليش؟ بدي أشوف إذا رح يجي إليا، بدي أشوف إذا رح يجي إليا هلا. ما بيهمني يشرب ما يموت، بليز ما تموت شوي، بس انا نشوف الشغله، نشوف شو منا شيء عجيبه ولو هلا. هلا بيجي إليا، هلا هات لنشوف، هات لنشوف اذا رح يجي إليا. في ناس هيك قاعدين بالكنيس ناطرين معجزه، ما بيهمون يسوع، ما بيهمون، هات لنشوف شيء شوفه. في مره واحد بعث لي صوره فطست عليها من الضحك، لي صوره التايتانيك عم يغرق، ضحك كثير هالصورة. عمل لها جوجل بتشوفها يمكن على شي ويب سايت بيكون نازلة أكيد. قال لو التايتانيك عم يغرق بسنة 2015 بفرجيك شي 1000 واحد غرقانين ومعهم سلولارات كله عم صوروا.
هذول عندهم حشرية. بتعرف شيء بفصل بالضحك؟ مرة كنت رايح على البيت هون جاي خلصت اجتماع وفجأة عجل الأوتوستراد على الدورة. كنت دني ساعة وشتي ما عرفت شو صار. بعدين شفت أمبيلانس وهيدا أتاري في واحد عم بيقطع الأوتوستراد وضربته سيارة وبعد جتي بالأرض. أنا قلبي وقف، صفيت على جنب، ركضت، شلحت، حطيت عليه وبلش صلي. صلي يا رب تنفس، عمل له هيدا كلهم. لقيت شي 40 واحد واقفين سلولارات. الناس بالنسبة لها ما بتقرب عن شفقة، بتقرب عن حشرية. بتذكر لما صار الانفجار ومات رفيق الحريري، بتذكر كثير منيح اني كنت ببيروت. على فكرة كنت قدامه بشي 200 متر بالسيارة، رب نجاني. كان معي قسيس من أستراليا قال نازل فرجية على جمال بيروت. عم بعمل له سياحة. وطارت الهوندا. هو مش عارف انه الهوندا تبعنا بطيروا نحن بلبنان. وقفت على جنب، قالوا كان في بالون تحت، كان في منطاد كبير عاملينه، قال بيعملوه على اساس انه هذا بتطلع بتاكل فيه الى اخره. حدا قال فع المنطاد، هيك صار يقول فع المنطاد. قلنا فع المنطاد بسيطه يا اخي، بس زلزلت الدنيا. بعد شوي وقفت هنيك وفي تلفزيون عم بيصور دغري، ما بعرف كيف خلق التلفزيونات دغري بيجوا يا اخي غريبين. ونزل عم بيصور وكان طالع باسل فليحان. على فكره باسل فليحان هو النائب الانجيلي الوحيد اللي كان بالبرلمان، هو الوزير اللي كنا بنفتخر فيه الدكتور باسل، اللي هو اللي انتقل صار بمحضر الله. باسل فليحان كان عم بيطلع من السياره والعالم بالنار وعم بيصوره لايف. بالنسبة لألي صرت صرخ بنص الشارع ولكب الكاميرا من ايدك وروح ساعده. ليه ما بيهمه يساعده، قاعد عم بيصوره ولاحقه بالكاميرا وين ما بيروح. يا عمي في واحد عم بيحترق قدامك انت قاعد عم تصور، واحد عم بيلفظ انفاسه. قال اعطيه لنشوف ايليا اذا رح يجي. واو، اقولك بيجي ايليا؟ وين اكون هلا؟ من وين بطلع؟ بينزل من هون؟ وين بيجي ايليا؟ في ناس قاعدة بالكنائس هيك، إذا ما صار شيء رحنا، ما صار شيء، ما صار شيء إنه بتقولنا بتروحوا لهونيك، بيجي روح لدوس، خبرتونا. كم واحد بيعرف أنا شو عم بحكي كثير منيح؟ وبينزلوا وما بعرف شو، والناس على الأرض بتصير ومدنية لورا وإلى آخره. ما صار شيء، شو هذا؟ ما صار شيء له. لك لا تعا جمعة جاي، جمعة جاي في لمسة، جمعة جاي في لمسة. بعد جمعة جمعتين بيزعب لحلو عني خي، ما وين إليا بنا شوف إليا خي. نحن في ناس هيك. يسوع عم بيطلع عن الصليب، عم بيشوف كل واحد كيف بيفكر. انت كيف؟ انت اي واحد من هدول الناس؟ وبعدين نظر يسوع وشاف. اسمحوا لي لكم هلا قائد المئة. تعرف تاريخيا ما في دليل انه قائد المئة ايمن، بس في عده قصص تنحكى عن قائد المئة. هذا اللي قال حقا كان هذا ابن الله. هذا الزلمه شاف زلزال، هذا الزلمه صار شيء، اظلمت الارض 3 ساعات من الساعه 12 الظهر للساعه 3 بعد الظهر صار في ظلام، وهلا رح خبرك عن هذا الظلام. لكن هذا الرجل فجاه صرخ حقا كان هذا ابن الله. بالنسبه لألي هذا الرجل بيفسر. تعرف في ناس بيقولوا بانه هذا الرجل ايمن، في ناس بيقولوا ما ايمن، في التاريخ بيعلم بانه ما بيعرفوا كثير عنه، في حتى كمان مخطوطه بتاريخ قالوا انه جن. هذا الرجل ما عاد حكي مع حدا انه جن، مع انه صالب كثير ناس كان اول مره بشوف اللي شافه. لكن بالنسبة لي هذا الرجل بيمثل الأشخاص اللي هن بيشوفوا إشياء غير عادية وبيتأثروا جدا، لكن تاني نهار بتصير من الماضي. غدا يوما آخر. أشخاص بيجوا الرب بيلمسهم، بيشوفوا قصص الرب يعمل بحياتهم، بيعترفوا بأنه في شيء غير عادي عم بصير، لكن تاني نهار تطلع الشمس وبننسى كل اللي صار وبنرجع حليمة لعادتها القديمة.
في ناس هيك أيضا. وبسرعة لأنه ما بقى عندي وقت، يسوع أيضا اطلع وشاف النساء. الحياة كان في ثلاث نساء، في أوقات بقولوا أربع نساء أو أربعة، لهن أم مريم، أخت مريم، أم كلوي، وأيضا المجدلية. أربعة، أربع نساء. بعرف عم تخيل بمريم اللي كانت عم تخبي كل شيء بقلبها وعارفة شو عم بصير، لكن عم تخيل النساء الباقيات، لأنه بالنسبة لألون نسوان بيحبوا يبكوا. كم وحدة هون تعرف عن شو عم بحكي؟ في ناس عندهم هواية العزايات، وين في عزا بيروحوا حتى لو ما بيعرفوا الفقيد، بيروحوا بيعزوا، بيحبوا، بيحبوا يبكوا يتأثروا. أسمعني، تعرف بالنسبة لإلي المريمات بيمثلوا شيئين. المريمات بيمثلوا الأمانة من جهة مريم العذراء، وبيمثلوا خيبة الأمل من جهة المريمات الباقيات. بدي أذكركم بأنه واحدة منهم كانت أختها لمريم اللي هي أم يوحنا ويعقوب، اللي هي مرت زبدي اللي هو بيّن ليوحنا ويعقوب. بقول لك تماما ذلك بإنجيل يوحنا، كانت أخت مريم اللي هي زوجة زبدي اللي هي أيضا أمهم ليعقوب ويوحنا. يعقوب ويوحنا هن أولاد خالته ليسوع. هدول الشباب اللي هن أولاد الرعد اللي كانوا فتحين عصابة بالشارع، كانوا أولاد خالته ليسوع. تتذكروا بأنه يوما ما إجت مريم، بالحقيقة إجت هي أم يوحنا ويعقوب، إجت لعند يسوع قالت له خالته تعايزتك بكلمتين. ايه خالته شو بدك مني؟ تحكيني كلمتين، عود هون شوي خالته. ايه خالته شو بدك مني؟ خالته بس تطلع على ملكوت السماء، نحن منعرف انك انت المسيح ومنعرف انه مملكتك بالسماء، بتقعد لي يوحنا ويعقوب واحد عن شمالك واحد عن... عم بحكيك شيء صار بالكتاب هذا، انتم عم تضحكوا، بس كم واحد قاري هدول بيعرف انا شو عم بحكي. بتقعد لي هون واحد عن شمالك واحد عن يمينك، بقال لها خالته انت مش عارفة عن شو عم تحكي، انت مش عارفة شو رح تطلبي. هل فيهم يشربوا الكاس اللي انا رح اشربه؟ قال ايه اوف ولو شربنا، شو في عندك من نشرب نحن؟ ما عندنا مشكله. قام يسوع قال لها الكاس اللي انا رح يشربوه هني، بس هذا المكان مش انا اللي بقرره، اللي بقرره هو الاب السماوي. وبتعرف لمين حطوا هذا المكان؟ لألك ولألك 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 ولألك. إذا أنت ماشي مع يسوع اليوم، عرف بأنه يوما ما مش رح تقعد حده، لكن رح تقعد على عرشه. هاليلويا. بس إني كانت فكرة أنه لأنه أولاد خالته عندهم واسطة، مثل كل العرب نحن نوث هذا من خالتي. أنا بحكي لك معه، خليكم. مين بيعرف بأنه أمك ما فيها تطلعك على السماء؟ بيك ما فيه طلعك على السماء؟ ولاد خالتك ما فيهم طلعك على السماء؟ اللي بيطلعك على السماء هو كل من آمن باسمه له أعطي أن يكون ابن لله. هذا الذي لم يولد من بشر ولا من رغبة امرأة ولا من لكن من الله. وجميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ما هذا بيطلعك على السماء؟ بيطلعك على السماء انك تقبل يسوع اليوم. لكن بالنسبة عم تخيل لخالته ليسوع واقف هنيك عم تقول خيب الامل، هلا وين منا نقعد يوحنا ويعقوب؟ هلا بالحقيقة يوحنا ويعقوب صاروا مطلوبين للعدالة، هربانين، ولادي شو بدي اعمل فيهم؟ عم تخيل هذه المرة عم بتفكر بولادها، لأنه كل الوقت كانت عم بتفكر بولادها هني وعم بيلحقوا يسوع. شو بكم انتم معي ايه ولا لا؟ وهلا عم تشوف انه يسوع مات، يا حبيبي يا يوحنا، ويا تقبرني يا يعقوب، يا دلي شو رح يصير بولادي؟ كنا افتكرنا انه رح يقعدوا بالمملكه ويعملوا وزراء ونواب.
إلنا أجل الرزقة. وفي ناس هيك أيضا خيبات الأمل، لكن في مريم كانت أمينة. إلى الآخر تخبي كلامه في قلبها وترى كل شيء، والسيف يخرس قلبها. آخر واحد وعم بنهي، وبعدين رح خبرك على شيء كثير مهم. جاهزين؟ آخر واحد هو يوسف من الرامة. يسوع شافه. هذا الرجل كان واحد من السنهدريم، تعرفين يعني؟ يعني من مجلس اللي حكم يسوع، اللي حكم عليه بأنه يروح لعند بيلاطس ويموت. بقول الكتاب المقدس إجا بالليل يسوع أطوه. أنا بعتقد أنه كانت نهار الأربعة بالليل أو الخميس بالليل بالحقيقة، أول نهار الخميس اللي نصلب أنا برأيي، بس على كل أحوال لأطول نهار الأربعة برأيي. وبالليل بحسب اليهود، المعتقدات اليهودية على فكرة ما لهم حق يحاكموا حدا بالليل، بس قد ما كانوا مستعجلين ليقتلوا يسوع عملوا جلسة بالليل. تخيل مجلس النواب اجتمع الساعة 3 وجه الصبح. نحن هلأ ما بشت... بس إذا في سرقة بيجتمعوا هلأ بينزلوا بالسرقة. في شيء في شو طلع لنا يلا نزلوا بنقعد كلنا مجتمعوا. صدق وبصوت نزلوا الجميع كلهم. شو في ما نحكم يسوع هذا الهرطاج اللي جاي ياخذ محلنا. نزلوا كلهم. كان معهم واحد اسمه يوسف من الرام، وهذا كان فريسي لكن كان مؤمن بيسوع. كان عم يسمع كلام يسوع لكن بقى ساكت ما حكي ولا كلمة. شايف كل العذاب وكل الظلم وبقى ساكت ما حكي ولا كلمة. إلى الوقت اللي مات يسوع وبدو نزلوه عن الصليب، فجأة تسمع يوسف عم بيقول أنا بدفنه بقبر إلي، نزلوه بليز بدي حطه عندي بالقبر. اسمعني أحبة، في ناس يمكن كل الوقت بقيت ساكتة بس بالآخر حكيت وأعلنت إيمانها بالرب. اسمعني، مش مهم قديش بقيت ساكت، لكن بيجي الوقت اللي بتقول أنا ما بعرف استحب الرب. تعالوا لألكم أنا من هيدول، أنا من أتباعه. أنا من أتباعه، أنا من تلاميذه، بليز حطوا عندي. يمكن أنت هيك اليوم تقول أنا صار لي سنين ساكت ما بحكي شيء، بس إذا وقت بلش كل الناس تعرف، أهلي، بي، أمي، جدي، ستي، عمي، خالتي، ولاد خالي، ولاد عمتي، ولاد خالاتي، كل الناس اللي بعرفهم بالشغل، كل أصدقائي يعرفوا بأنه أنا ليسوع. أنا خاضع ليسوع. أسمعوني أحبة، آخر شيء بدي لك إيه، وإذا ما سمعت ولا شيء من كل اللي قلته أعطيني خمسة. كم واحد بيعطيني خمسة يا بعد؟ شكرا، ربي يبارككم، الله يخلي ليكم ويحفظكم يعني وكثر من أمثالكم. هاليلويا. اسمعوني أحبة آخر شيء، تعرف كنت عم فكر بكل ألام يسوع، بالجلد، بالمسامير، بالإهانات، بالضرب، بالعصي، بكل شيء، بالبزق، بالبكوسة، بالخبيط. كنت عم فكر بكل هيدول، كنت عم فكر بشو أكتر شيء كان مؤلم؟ بالصليب. بدك تعرف شو كان أكتر شيء كان مؤلم بالصليب؟ رح لك. بالنسبة لكثير ناس إني أكل جلد 39 جلدة، إيش؟ بضل ظهري يحرقني يمكن شي سنة، ورح يضل معلم بظهري شي سنة. كم بالحرق لما بيستعملوا كريبيج موصول فيها غدارات بأخرى، يعني محل ما بتلقط تنتش. هذا كان الكريبيج الروماني. بس الجلد ما كان مؤلم كثير بالنسبة ليسوع، مع أنه مؤلم جسديا. الخبيط بالعصي ما كان مؤلم كثير ليسوع، مع أنه مؤلم جسديا. البكوسة، البزق، الإهانات، الآلام النفسية، العري ما كان مؤلم كثير ليسوع، مع أنه مؤلم. بدك تعرف شو أكثر شيء كان مؤلم ليسوع؟ لحلك شو كان مؤلم ليسوع. للمرة الأولى بحياته، اسمعني، كم واحد هون اليوم؟ اسمعني كثير منيح.
للمرة الأولى بحياة يسوع يختبر، اسمعني شو بدي لك، الانفصال عن الله. أول مرة أكثر شيء ألم يسوع، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وبسبب هذا الانفصال، لأنه وضع عليه خطايانا جميعا، لم يعد يرى يسوع بل صار يرى لعنة بسبب خطيئتي وخطيئتك وخطيئتك. فحجب الآب وجهه عنه، انفصل عن الله. اسمعني أحبة، ثلاث ساعات ظلمة يسوع ما قادر يتحمل أن ينفصل عن الآب. ليك شو الكتاب قال؟ هو الذي في حضن الآب، هو ابنه الحبيب، هو صورة الله الذي لا يرى، هو الذي لم يفعل خطيئة، لكن سر الله أن يسحقه. وقال واس حمل بجسده ذبيحة أبدية ولن يكون ذبائح فيما بعد لخطايا الجميع. اسمعوني يا قديسين، اسمعني، انت هون بعدك؟ ثلاث ساعات ظلمة، في ناس عايشين كل حياتهم بهذه الظلمة وهن مفتكرين انه بنور الشمس. ابشع شيء يسوع تحمله على الصليب، ثلاث ساعات انفصل عن الله. سارس بسألك سؤال، انت قد صار لك منفصل عنه؟ كيف فيك تتحمل تعيش من دون الحياة نفسها تكون منفصل عنه؟ تخيل معي بأنه بسبب هذا الانفصال صار في ثلاث ساعات ظلام. قديش صار في ساعات ظلام بحياتك وبحياتك؟ شو الكتاب قال؟ لأن صارت خطاياكم عائق بينكم وبين إلهكم. لكن اليوم هو فاتح إيديه لك. هل أنت مثل يوسف؟ هو عم يطلع عن الصليب عم بيشوف. هل أنت مثل هدول المارة المسخرجية؟ هل أنت مثل هدول المريمات فقدت الأمل فقدت ظنك؟ هل أنت مثل الفريسي؟ هل أنت مثل قائد المئة بكرة بتنسى كل شيء؟ هل أنت مثل القيرواني اللي إذا واحد دخل بحياتك أنت كنت جاي تسوح؟ أي نوع من الناس أنت؟ يسوع قال وأنتم من تقولون إني أنا هو؟ خلينا نوقف مع بعض. فعديك أمام الرب قبل ما أنهي الاجتماع الليلة، بس بدي أسألك سؤال لألك، أنت من تقول إن يسوع هو؟ هل أنت مثل هذا ساقي الخل اللي عنده حشرية يشوف معجزات؟ بس بهذا الوقت إذا بتقول لي يا أسيس أنا اليوم بدي أكون مثل يوسف، يمكن صار لي سنين ساكت لكن هلأ بدي أحكي وبدي أكون ليسوع تلميذ، بدي أعلن بأني تلميذ للمسيح. إذا أنت هذا الشخص ياريت كلنا هيك، نحن رؤوسنا كلياتنا، إحنا رأسك، غمض عيونك، مش منظرك يكون حلو ولا منظرك يكون حلو، بس تحت لي تكون بينك ما بين الرب لحالك، ما حدا يشوفك وانت ما تشوف حدا. هلأ قل له هيك، قل له يا رب أنا خاطي سمحني، بشكرك لأنك متت من أجلي لألي على الصليب وقمت من بين الأموات من أجلي. بشكرك يا رب لأنه الأشياء العتيقة قد مضت، هأن الكل صار جديدا اليوم. بشكرك لأنه هلأ عم تسمع صوتي يا رب وعم تستجيب لصلواتي.
بشكرك لأني هلا أنا خليقة جديدة في المسيح يسوع. لما حدا رح يخدها مني. بينما كل رأس منحني بليز، كل عين مغمضة دون استثناء. إذا أنت هذا الشخص اللي صلى هذه الصلاة اليوم مش شفافه، لكن بده يعترف بالمسيح اليوم مخلص لحياته، إذا أنت هذا الشخص لأول مرة عم بتصلي هيك، بدي تعطينا علامة برفع اليد، علي إيدك ونزل لخليني صلي لك أنا كمان. أمين 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 أمين. عم شوف كل هذه الأيادي. هاليلويا. خليني صلي لك خيي، لكن بدي أعطيك بعض النصايح السريعة. هلأ إذا أنت صليت هذه الصلاة لأول مرة بحياتك، يسوع بحبك، سمع صوتك وبدي يعطيك حياة أبدية اليوم. يقول هيك الكتاب: يا من أمنتم باسم ابن الله أكتب إليكم لكي تتأكدوا أن الحياة الأبدية موت لكم منذ الآن. اسمعني قبل ما صلي لك، طلع فيه لثواني. دول الأشخاص اللي صلوا، كان أعطيهم زقفة هيك من كل قلوبنا يا أحبك. ربي يبارككم. سأعطيك أربع نصايح بسرعة. أول نصيحة: بلش اقرأ بالإنجيل كل يوم. إذا أنت ما عندك إنجيل، خذ من المكتبة تحت، في أناجيل بالمكتبة تحت أنت ونازل. بس إذا عندك إنجيل، روح شيل عنه الغبرة، شيله من تحت المخدة لأن بيعمل لك ديسك، ما بينفع تحت المخدة. شيله من تابلو السيارة لأنه ما بيحمي السيارة. المقدس بهذا الإنجيل مش الكرتون ولا الورق ولا الحبر. المقدس بهذا الإنجيل هو الكلمات المكتوبة فيه، وإذا ما قريتها ما لها أي معنى أنك تحطه وين ما كان. البيبارك بهذا الإنجيل هو الكلمات. تخيل مثل ما أنا أعطيك هلأ شك بمليون دولار، بس أنت بتبوسه كل نهار، بتبوسه وعيش فقير ومعلقه على الحيط وعيش فقير. بس الرابع عم بيقول لك بدل ما تعمل هيك روح اصرفه. واليوم هذا الإنجيل عم بيقول لك روح اصرف له. هاي الكلمات لألك، قريها اصرفها. رح تكتشف بأنه هذا الإنجيل بيقراك، مش أنت اللي بتقرأ. إذا كل يوم تفتح إنجيلك بلش تقرأ، وإذا بتحب نعطيك نساعدك كيف فيك تقرأ كل الكتاب بسنة كمان بنعمل هيك. قلنا اليوم بعد الاجتماع حكي مع الأشخاص اللي بسين بجيت، قل لهم أنا بدي اليوم أخذ طريقة أقرأ الكتاب المقدس بسنة. تاني نصيحة بعطيك إياها هي التالي: بلش صلي. تقول لي أنا ما بعرف صلي، رح لك شو رح تعمل. حكي معه مثل ما بتحكي معي لألي. لك شو هيني؟ حكي مع الله مثل ما شي اللي بدك تقلي إياه لألي، شي اللي بدك تقوله لحدا قله إياه للرب. روح انزال بالشارع، فوت على أوضتك سكرها، إذا ما عندك أوضة انزال على سيارتك، ما عندك سيارة انزال تمشى بالشارع وافتح قلبك، عود بمحل ما حدا يشوفك واحكي معه. رح تتفاجأ بالوقت اللي أنت بتحكي معه بهذا الأسلوب إنه رح يحكي معك هو كمان. ولما بيحكي رح تعرف انه هذا الرب عم بيحكي معك. ثالث نصيحة بعطيك اياها: اذا ما عندك كنيسة، بقصد بكنيسة اولاد الرب اللي مثلك، اللي مآمنين، اللي بحبوا يسوع، اللي بيعلموا كلمة الله، كنيسة مثل هاي الكنيسة. اذا ما عندك، اذا عندك روح على كنيستك محل ما انت، كون بكنيستك، كون هنيك فعال، ما بس تحضر الاحد وتبلش هيك تطلطل، كون جزء، كون اجتماعات البيوت. تعا اذا على الشبيبة، اذا انت بين عمر 15-25 تاع الشبيبة، تاع كون بأي اجتماع، حكي مع جهاد. إذا أنت بتكون بالمال والأعمال، حكي مع جهاد، كون جزء. كل أحد صباحا الساعة 11 نحن هون، كل نهار جمعة الساعة 7:30 المساء، تاع صلي معنا، بس كون جزء. عرف بأنه لما إبليس بده يهزمك، بده يستفرد فيك، بشيلك من الشمينيل لتطفي لحالك بعدين. بس طالما بدك تضلك ولعان بالرب، لازم تضلك بالشمينية تضلك ولعان بالرب مع أولاد الرب. اللي اخترع الكنيسة مش الأسيس ولا الخوري ولا أي حدا ولا الدين، اللي اخترع الكنيسة هو يسوع. يسوع قال أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. آخر نصيحة، نصيحة قلت لك اقرأ بالإنجيل، قلت لك صلي، قلت لك كون بالكنيسة. آخر نصيحة: تعرف عمول اليوم مثل ما عمل جوزيف الرامي أو يوسف من الرامة، خبر كل الناس بأنك أنت ليسوع. قل له انحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. كم أحد والمأمين اليوم؟ هللويا.
تعال هيك نرفع ايدي، انا رح صلي هلا يا رب، انا اليوم بدي صلي. حط ايدك على كل شاب وعلى كل بنت هلا، صلوا اليوم لك يا رب، ثبتهم. بتنصح هدول اشخاص اطلع على اللقاء، اي طلب قول انا حابب اكون معكم باللقاء اللي جاي، كون معنا بالمؤتمر بالصيف يا رب. هلا انت تثبتهم بكلمتك، ثبتهم بكنيستك، ثبتهم بمحبتك، تكمل عملك بحياتهم سيدي يا رب. بدي صلي انك تشيل عن كل شخص هون اليوم ظلام الانفصال عنك. كل واحد اليوم اذا انت موجود في هذه القاعه بتقول لي اسيس انا صار سنين كمان منفصل عن الرب وعيش بظلمه، رغم انه الشمس بتطلع كل يوم وبتشرق لكن حاسس بظلام. تعرف ابشع شيء قلت لك يا صرخه الوحده، لكن صرخه الانتصار قد اكمل. انا اليوم بدي شجعك انك ما تكون عم تصرخ صرخه الوحده، لكن تكون عم تصرخ صرخه الانتصار، انك تعود الى حضن الاب. اذا انت عايش بوحده وحاسس بانه ما حدا بحبك، ما حدا مهتم فيك.